كان بيكي أصحابي دلوقتي بالون هيخضنا ويطير في مغامرة جديدة مع يحيى وكنوز وسينو عن رسامين الكاريكاتير في مصر القديمة. يلا بينا نستكشف. سينو سينو قول لنا مبروك. خططيني يا كنوز. بعدين أنا قبل ما أقول مبروك لازم أعرف على إيه مبروك. أنا ويحيى جبنا درجات حلوة في الامتحان. يا سلام يا ولاد فرحتوني، تعبي معاكم ما ضاعش على الفاضي. طبعا يا سينو، لكن ماما دورها اكبر بكتير. ماما بتذاكر لنا دروسنا وتحضر لنا هدومنا وتتابع معانا كل حاجه ليها علاقه بحياتنا. احنا تقريبا ما بنعملش حاجه غير لما ناخد رايها. طبعا دور الام ملوش مثيل في حياه اي انسان. قولي بقى يا سينو، انا كان عندي بحث السنه دي عن فن الكاريكاتير وعرفت معلومه غريبه قوي، وهي ان المصريين القدماء هما أول ناس عرفوا الفن ده واستخدموه. كاريكا كار 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 كاريكاتير، أنا عمري ما سمعت عن الفن ده. طيب تعرف يا سينو فن الرسوم الساخرة؟ أيوة طبعاً، هو ده في زمانكم اسمه كده؟ أيوة، الرسوم الساخرة في العصر الحديث اسمها فن الكاريكاتير. طبعاً، المصري القديم له تاريخ طويل في فن الرسوم الساخرة، استخدمها هو الأول وبعده عرفوا الإغريق وبقت جزء من حضارات تانية كتير. بعد ما خلصت البحث وبابا ساعدني فيه عرفت إن الكاريكاتير مش مجرد رسمة وخلاص، بالعكس ده ليه أهداف وأنواع فنية مختلفة. اللي أنا فاكرة كويس إن من أهم أهداف فن الرسوم الساخرة هو توصيل الفكرة عن طريق رسمة مضحكة بسيطة للناس، وده فعلاً كان الهدف على مر العصور وحتى عند شعب كيميت. المصري القديم عبر بالرسم الساخر عن همومه وأفكاره وأوضاعه الاجتماعية. تخيلوا يا ولاد إنه قاوم الاحتلال بالرسوم الساخرة، تخيلوا؟ رسموا على البردي وعلى الفخار، وطبعاً نقشوا على جدران المعابد، ومن النقوش اللي عبر بيها الرسام المصري القديم عن كرهه وسخريته من الاحتلال لملكهم وجيشهم على هيئة ملك من الفئران على عجلته الحربية اللي بيجرها الكلاب وبيهاجم حصون مصرية. تقريباً الفار كان رمز للخوف عند المصريين القدماء، استخدموه كتير في رسومهم الساخرة مش مرة بس كده وخلاص. والرسوم دي كانت في عهد ملك معين أو أسرة محددة؟ لا 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 يا يحيى، الرسوم دي كانت منتشرة في عصر الدولة الحديثة والعصر المتأخر كمان، وتحكم بعض الأجانب في حكم كيميت، وده اللي ظهر في رسمة على بردية ظهر فيها مجموعة من القطط بتخدم فارة قاعدة على كرسي الحكم، ودي كانت إشارة واضحة لسيدة أجنبية كانت متحكمة في أمور كيميت وقتها. دي مدرسة من مدارس فن الرسوم الساخرة، لكن في الحقيقة هو عبر عن كل الأوضاع اللي مش عاجباها في المجتمع عن طريق الرسوم، ومنها رسمة الفنان المصري القديم لحيوان ضخم يشبه كده فرس النهر وهو فوق شجرة وقصاده نسر واقف بيحاول يوصل لنفس الشجرة بسلم. وفي رسمة خدت شهرة واسعة في كيميت بتصور أسد بيلاعب جدي لعبة الشطرنج، وبيحرك الأسد حركة وهو مبتسم ابتسامة ثقة عشان عارف إنها خلاص النهاية. كده يا سينو بقى نقدر نقول إنك فعلا بتساعدنا في المذاكرة. يا سلام يا سلام يا سلام، شكرا شكرا يا يحيى، أنا عارف إني أنا عبقري. وهنقول لماما كمان إنك بتقول إن أنت السبب في الدرجات الحلوة اللي جايبينها في الامتحان. لا لا يا كنوز، اوعي تقولي لها كده، ممكن تزعل مني وتبطل تعملي وصفات الأكل اللذيذة اللي بتعملوها في العصر ده.